مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. يعني ما كنت كثير حابب اليوم ان انا اطلع واحكي بفيديو عن اشي بشكل عام، عن اي شيء بشكل عام، لكن اللي عم بشوفه من رياكشنز الناس على السوشيال ميديا، سواء كان من اصدقائي او من الناس اللي ما بعرفهم، سواء كان على الفيسبوك او على اي واحدة من البلاتفورمز تبعت السوشيال ميديا، كان مرات يعني شوي يعني اتوقع انه اوف توبيك او شاعري اكثر. يعني شفت كثير ناس عم تتعاطف مع أمانة عمان أو مع أمين عمان شخصياً أو مع المسؤولين في أمانة عمان، الطلب إنه لا تهاجم الشخص نفسه على تردي الخدمات اللي موجودة في مدينة عمان. اللي بدنا نوصله جميعاً، أنا فاجئ صح؟ خلينا نخفف شوي الإضاءة. كنت بحكي إنه الناس اللي بتحكي إنه ما تهاجموا أمين عمان أو أمانة عمان أو شخص محدد في أمانة عمان، لكن الفكرة في الموضوع اللي أنا بدي أوصلها إنه إحنا ما عم بنهاجم أمين عمان، لأنه إحنا بدنا نهاجم أمين عمان. إحنا إذا بنعلق أو بننتقد فهو نقد مفروض يكون بناء علشان نعدل النهج اللي موجود في أي مكان أو موقع مسؤولية. إحنا بنشوف إنه ممكن يكون في تقصير، وهاي الفكرة أتوقع الكل متفق عليها إنه أي نقد المفروض يكون بناء. ما سبينا على أي شخص، لكن إذا أنت في موقع مسؤولية أنا برأيي أنه لازم تتحمل أي مسؤولية، سواء كانت أدبية أو معنوية أو تتصدر مشهد، يعني تطلع تحكي أنه ليش صار هيك وبرر، احكي للناس شو سوء التفاهم إذا كان في سوء تفاهم. ضجت الناس كثير في وسط البلد، وبدي أشكر في مجموعة كبيرة من الناس على الفيسبوك قاعدة بتطلع توجه أنه الناس اللي قادرة تشتري واللي بتقدر تساعد انه خلينا ننزل على وسط البلد ونشتري من وسط البلد لحتى نساعد الناس اللي تأثرت بالكارثة او بدي احكي بالامطار اللي صارت بالاخر. وهي مبادرة صراحة جدا انا بشوفها مناسبة، ولازم الكل يتوجه اللي بيقدر ينزل على وسط البلد ويشتري لحتى يساعد الناس اللي تأثرت. خلينا نترك هذا الموضوع شوي على جنب. ليش لازم المسؤول انه يتصدر المشهد؟ خلينا نشوف مع بعض إنجازات أمانة عمان اللي أثرت واللي كانت من الأسباب لوجود الفيضان أو لارتفاع منسوب المياه في كثير أماكن، خسارات الناس بالسيارات. اللي شيء أنا بشوفه صراحة أي مسؤول في أي جهة، مش بس أمانة عمان، في كل مكان أي مسؤول مفروض يتصدر ويكون عنده دراسات ويكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية وتحمل النقد وتحمل النقد اللاذع. خليني أحكي في حالة مثل اللي صارت المرة الماضية. إذا بدنا نطلع على الإنجازات اللي أنجزتها أمانة عمان أو نتائج إنجازات أمانة عمان، في صورة جدا جدا مهمة، الصورة اللي أنا بعرضها حاليا، تعليق لصديق إلي ما راح أظهر اسمه بالفيديو، بس بحكي لك الأردن يعاني عجز مائي وأفقر بلد بالماء لكنه يغرق بالأمطار. الأردن يعاني عجز مائي وأفقر دولة بالمنطقة لكنه يغرق بالفساد. الأردن يعاني عجز بالحلول وفشل القطاعات ولكنه يغرق بالكفاءات. في عندنا كفاءات كثير أرجو أنه يتم استغلالها. بكمل البوست، العجز الحقيقي هو عجز العقول، وعجزنا عن وضع حد لهذه المهازل، لكن أتمنى أن يفعلها الشباب في رمضان ويطيحوا بالزاز وأطفال الديجيتال وزراء الواتساب. والهاشتاج هو خيانة عمان. طبعا ضج الشعب الأردن كثير لما أشوف صورة مثل هاي. بصراحة هاي إذا عندك شكوى إحنا بخدمتك. أنا ما بدي أشفي، أنا الصورة كثير واضحة والصورة اللي منتشرة على السوشيال ميديا كافية إنك أنت تعرف إنه أنت في عندك تقصير بغض النظر من هو مقصر. بوست ثاني بحكي لك انهيار شارع كامل، يعني ما بتوقع إنه صورة مثل هاي لازم يتم التغاضي عنها، لازم يحاسب كل شخص مسؤول عن هذا الموضوع. ليش نتوجه بنخاطب أمانة عمان، أو لما نتوجه نخاطب أمانة عمان بنحكي عن أمين عمان أو بنحكي لأمين عمان؟ لأنه أنت رأس الهرم وأنت لازم يكون عندك تحرك في الاتجاه الإصلاحي، ولازم يكون في عندك طريقة أو استراتيجية مدروسة لمواجهة الأزمات، ولازم يكون أكيد في أمانة عمان في عندك مليون ألف مهندس. أنت المفروض يكون هذا المهندسين في عندهم جزء منهم أو في عندهم جزء من وقتهم يوجه لدراسة هذه الحالات اللي ممكن اللي قاعدة تصير دائما في الأردن. لازم تكون في عندك قدرة على دراسة خطة لإدارة الهطول المطري، كيفية استثمار مياه الأمطار، كيفية تخزينها، كيفية تجميعها وإلى آخره. بدي كمان أفرجي مجموعة فيديوهات الكل شافها ونشوف الإنجازات اللي صارت. أنا عامل لهم سيف عندي على
الموبايل. خلينا نبدا نشوف مع بعض ايش انجازات امانة عمان في المنخفض الاخير والقدرة العالية على ادارة الازمات. نفتح هذا الفيديو. اسواقنا وبورصة عمان اليوم. فاكس هذا الفيديو الانجازات البنى التحتية الموجودة في امانة عمان في وسط البلد وقدرتها على استيعاب الكم الهائل. يمكن ناس كثير تحكي انه الهطول المطري كان اكبر من قدرة استيعاب البنية التحتية في عمان. بنقدر نستوعب هذا الموضوع. لكن في البلدان اللي المفروض يكون فيها او الادارة لهاي الازمة مثل هاي في كثير طرق انك انت تقدر تسحب هذه المياه. اوكي ممكن يعني يصير عندك فيضان في الشارع لكن لازم يكون عندك قدرة على سحب مياه الامطار من هذا الشارع وانها ما تكون عائق لمدة يوم كامل. ما يعني ما تصير هذه الخسائر الهائلة في هذا الشارع المهم. انت في عندك هطول مطري وكمية هطول مطري هائلة في هذا المكان بتصير من سنة لسنة مثلا. انت المفروض انه يكون الياتك جاهزة في الاماكن اللي انت متوقع فيها حصول مثل هذه المشاكل وانا تقدر تتعامل بشكل اسرع مع الموضوع لانه في ناس قاعدة تتضرر بشكل كثير هائل وهي ناس اصلا مش متحملة انها تتضرر في بلدنا. نشوف انجاز اخر. طبعا التاجز الموجود على الفيديو زي من تعليقات الشعب الاردني هو شعب بصراحه شعب قادر على انه يقلب دائما السوء او الحزن الموجود في اي حاله بتصير لشيء مضحك واحنا بنسميه دائما المبكي المضحك او المضحك المبكي. ف يعني انا بحيي قدره الشعب يتحمل كل هذا الضغط الهائل. ناخذ هذا الفيديو. نافوره تريفي الامنيات منافسه لايطاليا. يعني نشوف كيف استقبل المشكلة صراحة. شيء يعني من كثر الضغط بقلب بالعكس الموضوع. صراحة شيء مضحك بعض الشيء في آنها لكنه محزن جدا من النتائج اللي احنا شفناها. ما بكون بتمنى انه يكون هذا هو الحال تبع عمان بما انها العاصمة وبما انه احنا في عندنا قدرات كثير هائلة للمهندسين ممكن انك تستفيد منهم. نرجو توظيف هذه العقول هذه المخدرات الوطنية. بالاخر الاردن هو بلد يعتمد على الموارد البشريه، استغلوا هاي الموارد البشريه. انجاز اخر. اهلا وسهلا بكم في ربوع امنا عمان. بنلاحظ كميه المي الواصله ل يعني لا يمكن ل قبون السياره الامامي. طبعا كلنا بنعرف شو يعني لما المي توصل بهذا الارتفاع للسيارات، الخلل ممكن يصير بكل السيارات الموجوده في الشارع، شفنا كثير السيارات اللي قاعده بالمي يمكن بتجرها في الشارع. فيديو ثاني. لأمين عمان جاهزية الأمانة بكوادرها وآلياتها. بتلاحظ أنه ما في أي آلية أو أي كادر من أمانة عمان في هذا الشارع تحديدا. يمكن موجودين في شارع ثاني لكن المفروض أنه يتواجدوا بكل الشوارع اللي ممكن تصير فيها هاي الأزمات. هذا من أكثر فيديوهات لفت انتباهي. الباص السريع من أكبر إنجازات أمانة عمان وكلنا عارفين قصة الباص السريع. تعليق صراحة في مكانه ومستفز جدا. يعني اوكي شكرا لنقل المواطنين انقاذهم وتغيير مكانهم من مكان مجرى السيل او الفيضان تبع الشارع للاماكن الثانيه، لكن يعني في اليات افضل من هيك المفروض تكون موجوده لانه امانه عمان عندها ميزانيه ممكن تستغلها بدل ما انت تستغل كنت المبلغ في تكريم او في حفل تكريم ما كان له داعي يمكن بهذا الوقت تحديدا، لكن انت هذا اللي صار معك. المهم استخدمنا آلية لنقل الناس، مشكورين طبعا لإنقاذ الناس لكن كان مش بالكفاءة المطلوبة. شلالات نياجارا في الأردن. يعني في وضع مثل هيك لازم وجود آليات تقدر تسعف هذا الشارع صراحة، لكن ما شفت هذا الموضوع. الله يعين الناس صراحة اللي صار عندهم خسائر مادية كبيرة وممكن تأثر عليهم. شوف الناس بنص الشارع بنص المي، المي داخلة على السيارة معبية السيارة بشكل كامل. السيارة قاعدة تنجر مع المي ويعني أكيد 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 كل هاي السيارات يعطيها العافية تعطلت. ما بعرف شو التعويض ممكن يتقدم. بشكر طبعا الشباب اللي ساعدوا المرأة بأنه أخذوها من المكان اللي موجود فيه وطلعوها برا هذا الفيضان أو هذا الشارع اللي تعبى مي. يعني نشوف فيديوهات مختلفة في أماكن مختلفة في كل مكان تقريبا.
امتلأ تماما الشارع المي، وصلت المي لفوق للوضع اللي ممكن تحمله السيارات، الوضع اللي ممكن يتحمله الشخص في الشارع. تأثير هذا المخفض كان جدا هائل، كان لازم نتعامل معه أمانة أعمال بطريقة جدا مختلفة. صراحة نتمنى أن احنا نشوف توجهات لها إصلاحات أكبر في هذا المجال، ولازم أمانة أعمال تبدأ تلتفت لهذا الموضوع، ونتمنى أنه في الشتاء الجاي أن احنا ما نشوف هذا الوضع مرة ثانية. كوارث طبيعية بتصير، فيضانات بسبب أمطار غزيرة بالشوارع بتصير، شارع يغرق بتصير، لكن مش مدينة عمان تغرق كاملة. لازم يكون في كوادر وفي آليات وفي استراتيجيات للتعامل مع الأوضاع اللي مثل هاي. يتحملها أمانة عمان الممثلة بأمينها، تحملها كل الجهات أو الأطراف المسؤولة عن الاعتناء بمشاكل مثل هاي. ما بدي أعد كثير جهات، لكن بتمنى أنه السنة الجاية إحنا نشوف وضع أحسن. ما بدنا نحله 100%، لكن بده يكون في عندنا قدرة على أنه إحنا نواجه مشكلة مثل هاي. يمكن سنة مع سنة لو حطينا خطة أو استراتيجية مثلاً خمسية، خمس سنوات، عشر سنوات، شو ما كانت المدة، لكن يكون في خطة ويكون في أطراف تشتغل بهذا الاتجاه لحتى تخلص البلد من وجود مثل هاي المشاكل، أو تخففها بالقدر المطلوب اللي لا يكبد البلد خسائر مادية ولا يكبد الناس خسائر مادية ومعنوية. في ناس انفقدت، في ناس غرقت، في ناس توفت، في ناس تأثرت، في ناس خسرت خسائر مادية معنوية جسدية. كل هذه الأمور أنا كان ممكن أتلاشاها لو كان في عندي مجموعة أو فريق يعمل بهذا الاتجاه لتطوير وتحسين الخدمات اللي ممكن من عن طريقها أن احنا نحد من المشاكل البيئية اللي ممكن تصير سواء في مدينة عمان أو في كل مدن المملكة، لأنه احنا بالآخر نحكي عن المملكة الأردنية الهاشمية، ما بنحكي بس عن مدينة عمان. بتمنى أن الفكرة تكون وصلت، بتمنى أن المسؤولين يتخذوا خطوات بهذا الاتجاه بشكل صحيح بشكل جدي، ويعطيكم ألف عافية.